بسم الله الحمد لله ولا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ربي معنا القصة معروفة، سنمر سريعا نحن مقاربين لبعض آيات في هذه سورة الكهف. إن هو أي هل اللي يسمى نوح، نوح كنا في دلالة نوح، إن هو نرجع به جدا حبنا وحبنا نرجع تبيه. هذا يمزون إلي أون ديابلي إلي أون سورسوري إلي سور جو دو ساتون. يا سلام، يعني توصو الشخص خاصة المرسل عليه السلام المرسلين توصون لأشنى ما يوصو به خير العالمين أي الأنبياء عليه الصلاة والتسليم. إن هو نرجو بجنة، يعني إحنا نصوم دي مدسان في البلان دي ريزو في البلان دي سانتي مونتال في البلان دي سانتي فيزيك إتسيتيرا. إحنا عطينا تشخيص ما عليكم كان تكونوا فيما بينكم. إن هو نرجو بجنة فتربصوا به استناوا حتى يقضى عليه، يعني هما موجودين باش يحكيو عليه بطريقة أو بأخرى، أو بسجن أو بتغطية جسدية أو 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 بتسليم. فتربصوا به حتى حين، أعطيو مولا خلي ينعق وخلي سايب باله وجنونه، ما عليكم تبذلوش. وهذا تعليق نستعمل حد الآن، كلاب المدعين الإسلام باطل، وكلاب اللي يدعون هم أبناء الله وأحباؤه وهم شعب الله المختار، وما في نفس الحالة. هذا هي الدليل، دليل كوليكتيف. قال ربي انصرني بما كذبون. هذه الآية التالية، ثم فأوحينا إليه أن اصنع الفلك. السلام، شوف كيفاش برزت اليوم حاجة جديدة في ميتس، تحول كبير في عالم السفن، العظام المستحمل من كل نوع من الحيوانات كبيرة وصغيرة من زوجين. قال ربي انصرني بما كذبون. فأوحينا إلي أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، يعني كل من الإلهام من الله. قدر سيدنا عمر كانش عنده عليه السلام، كان عنده معناه ولو زرت باش يصنع من خشب، هذا من خشب من ثقل ما هو ثقل ثقيل وعظمته حجمه كذلك لم يسبق أن عرف الإنسان ألواح ومسامية لهذا الكبر اللي ما عاشوا إلا سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام في تلك الأيام. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمر أتى أمر وفار التنور على ملكهم. بأس من السماء وبأس من بطن الأرض تسلق فيها من كل أدخل فيها لوقايتي من الموت الغرق، تسلق فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، يعني تم أمر الله وقال لك لكل من كبر وطال كبره وأهلك. وإحنا كبر تعبير المتخلة والكلاب الروس والكلاب الصينيين ولكن الكلاب اللي قالوا احنا خطينا نصوم بيناتهم، اليابانيين هم يعطيوا بأموال يتغذوا بها بني الصهيون باش يقروا ما بقي من أمة الإسلام. حطي بالك احنا مرضون إلى نهاية هذه الحياة، ونحن دائمين رابطين رايات الإسلام، رايات التوحيد. رغم أمركم قل موتوا لغيركم، قل موتوا لغيركم، قل موتوا لغيركم، والسلام على أهل الإسلام.